تخيل انك تبذل مجهود وتتعرض لأذى ونار توقد لك لأيام وشهور وتقذف فيها بالمنجنيق، ثم يؤيدك الله سبحانه وتعالى بالمعجزة البينة الواضحة في الآخر واحد بس اليوم لك. هذه طبيعة يعني إيمان الناس في أوقات الأزمات. لازم نبقى فاهمين كده كويس. الداعية يؤهل نفسه أوقات اشتداد الأزمة والتعذيب والاستضعاف الإيمان بيكون قليل، لكن الذي يؤمن في هذه الأوقات هم الرجال. يعني عدد اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قليل، لكن هؤلاء هم من حملوا الدين للعالم. فمسألة إن في أوقات الأزمات غالبا بيكون اهتمام بالكيف لا الكم. في أوقات الانتشار والتمكين زي ما النبي زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آخر القرآن: رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في أوقات الاستضعاف يدخلون أفرادا، يعني اللي كانوا بيدخلوا دار الأرقم كانوا أفراد مش أفواج، لكن اللي كانوا راحوا عامل وفود بعد التمكين كانوا أفواج. وهنشوف إزاي إن سيدنا لوط لأنه آمن في وقت الاستضعاف وآمن في وقت الأزمة، سيدنا إبراهيم بعتوا الأفجر قوم. فإذا كل ما الإنسان بيبنى ويكون متين في الدين كل ممكن يواجه أزمات أكبر، وده بيحتاج اهتمام بالكيف.